صرت معه ودع الفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعذب لما فل صرت معه ودع الفرقة ما بترجى حدا يضل ولا بحترق عملقة ولا بتعذب لما فل خلاص أخدت القرار يعني هاي وباختصار يلي بده يبقى يبقى واللي بده يفل يفل خلاص أخدت القرار يعني هاي باختصار يلي بده صرت معود عجروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن من روحي ما يردوا يلي عطيتن صرت معود عجروحي من ايدين الحبيتن واللي عطيتن